السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن أكون كاتب كلمة وعايز أعمل سبيلنج عليها، تمام؟ على سبيل المثال هكتب كلمة ايجيبت، ايجيبت بس هكتب البي الخفيفة، تمام؟ أروح على أنوتيت سبيلنج، هيظهر لي الشاشة ديت، أبدأ أشوف ايه الكلمة الغلط وأبدأ أصلحها. بما عندي كلمة ايجيبت، هل تقصد ايجيبت بالبي التقيلة ولا تقصد أي كلمة من الكلام دوت؟ ماشي، نختار ايجيبت هنا وأقول له شينج، اللي انا عايز اغيرها. انا عايز، انا شايف ان الكلمه دي مناسبه ليا وعايز اسيبها، وده طبعا ما ينسبش حياتنا دلوقتي. هقول له اجنور، تمام؟ عايز، حاسس ان الكلمه دي عايز اضيفها للقاموس كانها كلمه خاصه بالشركه بتاعتنا مثلا، او كلمه خاصه بالشغل بتاعنا. اقول له ايديت، كده تضاف للقاموس. انا هنا اقول له شينج، الاقيها اتغيرت وبقت البي الصح بتاعت كلمه ايجيبت مصر. اخوكم عمرو سليم.